لإثبات صحة متطابقة مثلثية أو تبسيط المتطابقة المثلثية في الآلة الحاسبة، يجب في البداية أن تعلم أن هذه الطريقة هي فقط إذا كان الأسئلة اختيارية، أي أن لدينا الاختيارات. فمثلا أن يكون لديك A B C D، سأقوم بحساب السؤال التاسع وأقوم بتوضيح الطريقة. طبعا هنا الإجابة هي كوسيك أس 2، لكن هنا نريد إثبات. أنا أتحدث إذا كان الاختبار هو اختياري، مثلا لدينا هذه الخيارات، هل هو كوسيك؟ هل هو الساين؟ هل هو التان؟ وسأقوم بتوضيح كيف أعرف من هي الإجابة الصحيحة لهذا القسم الأيسر. طبعا في البداية تذكر أن الكوسيك والسيك والكوتان هي معكوس لهذه الدوال، الكوتان هي 1 على تان، والسيك هي 1 على الكوساين، والكوسيك هي 1 على ساين الكوسيك ليست الكوساين. طبعا هنا إذا كتبت هذه المتطابقات أو هذه التعابير البسيطة لأن ليس لديك كوتان أو سيك أو كوسيك. كيف أقوم بالآلة الحاسبة بإثبات أو تبسيط هذا الحد؟ أختار أي قيمة عشوائية، لكن ابتعد عن العدد 0 30 45 90 180، هذه الزوايا الشهيرة لا تأخذها. خذ أي عدد 5 8 16 37 لا يهم. وأعيد مرة ثانية، هذه فقط لاختيار الحل الصحيح، لاختياره ليس لإيجاده، أي أن يكون لديك اختيارات مثل الامتحانات النهائية. مثلا في هذا السؤال سأقوم باختيار قيمة ثيتا، أي قيمة لا يهم، سأختار 13. أقوم بتعويضها في القسم الأيسر، لدينا كوتان لكن ليس لديك كوتان في الآلة الحاسبة، أكتب 1 على تان 13 ضرب افتح أقواس كما هو مكتوب في القسم الأيسر، كوتان أي 1 على تان، 1 على تان نفس الزاوية 13 زائد تان 13. قم بإيجاد هذا الناتج وقم بتسجيله، 19.76. هذا القسم الأيسر إذا كانت الزاوية 13. الآن نفس الزاوية 13 سأقوم بالتأكد منها بالقسم الأيمن. مثلا لو كان لدي الخيار الأول هو تان أس 2، تان 13 أس 2 ليس نفس العدد فإذا خاطئة، ساين ثيتا أي ساين 13 نفس العدد أيضا خاطئة. لدينا في النهاية الكوسيك، والكوسيك كما ذكرنا هي معكوس الساين 1 على ساين، فاكتب في الآلة الحاسبة 1 على ساين نفس الزاوية تماما، لكن استخدمها بشكل صحيح. لديك أس 2 فمن الأفضل أن تقوم بكتابة أقواس الأس على القوس كامل، لأن الأس هو على الكوسيك كلها، 1 على ساين 13. نلاحظ أن نفس القيمة تماما 19.76. سأختار مثلا في السؤال 11 أو أي سؤال، المهم كما ذكرنا اختار قيمة عدد الزوايا الشهيرة. سأخذ مثلا في هذا السؤال سأختار قيمة تساوي 8، فالآن أقوم بتعويضها بالقسم الأيسر، ساين 8 سيك، لكن ليس لديك سيك فأكتب 1 على كوساين نفس الزاوية 8، الكوتان هي 1 على تان ضرب 1 على تان 8، الناتج دائما 1، فلذلك هذا الحل لهذه المتطابقة. طبعا أنا لا أقوم بشرح طريقة الحل، أنا أقوم بتوضيح كيف أستخدم الآلة الحاسبة. مثلا السؤال الأخير سأقوم باستخدام نفس العدد 8، 1 ناقص 2 كوساين 8 أس 2، دائما الأس في خارج الأقواس، ساين 8 لدي أنا ساين 8 في كوساين 8. أقوم دائما بتسجيل العدد في أي ملاحظة مكان، -6.67. طبعا سيكون لديك القسم الأيمن موجود في خيارات الامتحان، لديك عدة خيارات، سأقوم مباشرة بالتأكد من هذا الخيار، تان 8 ناقص 1 على تان، لأن الكوتان هي 1 على تان، لكن لو قمت بتعويض الزاوية 8 في إجابة ثانية سيكون لديك عدد مختلف.